واليوم هذه المنطقة أنشئت في التسعينيات. وين بالضبط؟ الآن احنا في منطقة الثعالبة اللي هي تابعة لقسم بلدية بوب الشام. هذه المنطقة محلة 365. هذه المنطقة بها آلاف المواطنين، أكثر من 1000 دار سكنية، ولكن يعانون من عدم وجود الخدمات، عدم وجود تبليط، عدم وجود أرصفة، وكذلك المجاري ضعيفة، المي ضعيف، وتبليط يعني مفقود تماما. شنو اللي سويتوه بالضبط؟ بداية صار عملية تأهيل بشكل كامل للبنية التحتية، المجاري والمي، وإصلاح لكل الأضرار السابقة. ثم بدأت المرحلة الثانية، هي مرحلة الإكساء والباور كيربر والمقرنص الرصيف الجانبي. وكما تشاهدون هذه المنطقة اليوم أصبحت منطقة نظامية، وهذه المنطقة أهلها اليوم يشعرون بكرامتهم ويشعرون بوجودهم لأن شملوا بهذه الخدمات. وبالحقيقة هذه الخدمات كان العمل هو في فترة قياسية، والمواصفات أيضا مواصفات بجودة عالية بإشراف وزارة الإعمار والإسكان، دارة الإشغال والصيانة. كل الأعمال خضعت لفحوصات ولاختبارات هندسية وفنية، والحمد لله اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة، وهنالك 9 مشاريع أخرى في العاصمة بغداد تنتظر الإنجاز خلال حزيران أو منتصف حزيران القادم.